Chat reaction. Assalamu alaikum. Omhoekom video gaan maken op chat. Youth 45. Mr. Fayadan is back. Alors, بعد ما درنا الاوبي ديالو تمركين اللي صراحه كانت واحد المستوى جميل جدا مستوى جميل عقلته الناس اللي تفرجوا في الرياكشن كنت قلت بانه وقال من اول المرات اللي كتحس به فريمون داكشي خارج من القلب عنده هو كان عنده داكشي فريمون خارج من القلب سبيسيالمون جوج تراكات الاول والاخر اللي كيدوي فيهم على ولدو كما قلنا هذه واحد الوقيته اللي بنادم كيقد يتبدل كيدوز من واحد المرحله وكيولي واحد المرحله اخرى كيولي الاب كيولي فهمتي كيولي عنده مسؤوليه كيولي شحال من حاجه سواء هادشي ما يكون غير ايجابي بالنسبه للحياه ديالو والمسار الفني ديالو ان شاء الله المسار الفني ملي اللي قلت المسار الفني وسط رياكشن ملي حسيت براسي فهمتي مهم ملي قلت هاد اللقطه يوس 45 هارب فيرسيون 2 ما عرفتش شنو هاديك كفر راس ناسي نشوف هاديك كفر راس هي اللي ما فهمتهاش اوكي تراك اخر هذا نورمالمون سو غادي يديرو بالكوفر ديال شي تراك اخر ديال راس 315 اوكي صافي بلا ما نتمسكو ليه الاخر غادي غنخسرو هاد اللعيبه هادي ونقد نعرفو انا حيت شي خطرات كيكون عندي مشكل مع السميه ديال التراكات ولا نقد نعرفو وسط العجب ماليناش نشوفو يوس 45 تحيه بهداك كاع ما شنو لي فان ديال يوس 45 شنو الفيضانيين زوينه الفيضانيين اون توكا صراحه الاوبي ديالو كانت واعره اوبي كانت فيها خدمه نقيه برافو لهاد السيد هذا والله يسهل عليه ارنا اخويا نشوفو هاد التراك هذا اول فرصه كانت لي وجيت قبل ما يطل الدوغ اول حاجه قاصتني في ليغا قبل ما يسني في الدروغ كان مقنبل ماريومي دابا طبيت باتيمون جني بارملو من الدبل ويقول لي بغا ليمون عرفت شو شي دار خد فلوس تسي ولا دار لي كومب ستايلي وهرب ماكاري اني تنزي تو في انا سبورة عرف ما هوس اني ميرا بقى مور اش سو ديجا لا فاصون اللي كيغني بها بحال واخا بانت لي الدارجه انا استعمل شي كلمات اون انغلي ولكن بانت لي بحال فهمتي الدارجه بنغمه امريكيه وتف فهمتي حتى التراك ديالو كاين واحد التباته ولا قلت لكم غيبدا يتبدل ان شاء الله الاجابات السيد هذا نعاودو هاد الدخيله هادي نعاودو هاد الدخيله هادي شنو كتعرفوش شنو غادي يدير هاد الصاط هذا اول فرصه كانت لي وجيت قبل ما يطل الدوغ اول حاجه قاصتني في ليغا قبل ما يسني في الدروغ كان مقنبل ماريومي دابا طبيت باتيمون جني بارملو من الدبل ويقول لي بغا ليمون عرفت شو شي دار خد فلوس تسي ولا دار لي كوم ستايلي وهارب ماكاري اني تنزي ستايلي وهارب ماكاري شي بحال فهمتي في واحد اللمسه امريكيه ولا دار لي امريكي زعما لونجلي ستايلي وهارب ماكاري اني تنزي تو في انا سبورة عرف ما هوس اني ميرا بقى من لور توالب هذا هو التراك اللي مدخل معاه كاين يوس 45 فهمتي تبغي ولا تكره كاين هاد الساط هذا انت ماش كيقيس شي حاجه اخرى من غير الراب باسكو كما قلت لكم من الناس اللي في الراب المغربي ما تقدش شي نهار تقول عليه ما بقاش كيرابي ولا ما كيرابيش واخا يدير لك السيل اخر صح ما فهمتي معروف هذا معروف في الراب ديالو معروف يعني فاش كيزعمو يدير ستيلات اخرين وكيتقنهم ديال واعر شو هاد التراك هذا كيداير I'm
الخبرة اللي فيه بوحدة من النباري مقدي ياخد نفسي هاني تانا قيت لبوزك ميتي بشوية نسي انا ومرة مرة مزيانين تراكات بحال هكا فهمتي باش بعد بيتهدم التراكات هادو كيخلي بنادم فهمتي فهمتي كتمعن في الحياة أحسن أون بلوس فهمتي كاينة كتبة زويونة كاين واحد الكتبة اللي كيبغيو الكتبة التراكات هادو فهمتي مكيبغيوش غير دايز تبقى شي رفرا ولا شي حاجة كاين الكتبة تاهي ميبيامي بيضة بدلك حولة تما كاشي تشورس ميبي أنا اللي خليت الكرة سير يديني الفاس أنا فادو تم في الفارغو يحمي الإله قالي درافو هارت لايكون هارت بلون درون ماشي في آت إيفا سير منازل باوني تا لكن قبل ما جاء طلع هادي لكن صراحة تل الأداء ديالو جميل أداء ديالو جميل وهذا شيء نورمال مش حالة ديونا كالله ده عنده واحد الفكر موسيقى ولا فكر أرتيستيك عنده فهمتي عنده واحد الفكر فهمتي تقد من والو يقد يصنع لك شي لعيبه زوينه يوسف 45 اها بينك الكوبي رايت واقيلا في التراك هذا كاين يوسف 45 شي المشكل عندنا في المغرب ماشي في المغرب في الانسان اون جينيرال هو داك كتحكم على بنادم من تشوفهم شي لعيبات يوسف 45 فيه واحد التفرويح اللي الا ما كنتيش قاد تشوف من مورا داك التفرويح تشوف لو كوتي الجانب الفني ديالو ما غاديش تفهم لي هذا الساط ما غاديش تفهم لي سي سور دار اخطاء في حياته كيف ما كنديروا حنا كاملين اخطاء في حياتنا ولكن الحاجه اللي ما نحيدوش لي هو الجانب الفني هذا الساط هذا فنيا واعر عنده كوتي ارتستيك جميل جدا وتراك زويون سي سور كو الكليبات كيديرهم في هاد البلاصه اغلبيه ديرنيامو ماشي اغلبيه ولكن واه الاغلبيه عطار قرقرات داروا برا وهذا ولكن كيديرهم هنا سو هذا التراك ديال ما غاديش يدير فيه كليب سو اللهم نشوفو فهمتي دي فوا كتقول اللهم غنشوفو الصاط اي اس تي بي احسن ما يديروا بلا ما بلا كليب لا والو تراك زويون كوفر وار واعر صراحة أجمل حاجة هو داك لو كوتي فهمتي بحال مركن التراك غنى بواحد الطريقة مركنة وكتضاف ليه حاجة أخرى على بزاف ديال المزايا اللي عنده فنيا هاد الساط هذا ما كان خليونا شي كومونتير زوين الفيضانيين خليونا شي كومونتير زوين بحالكم وشكرا الناس اللي تفرجوا حتى الآخر كان معكم خوكم الشاد تلاقاو في فيديو جاي أرياس